أهلا بكم جميع الزملاء والزميلات من جميع البلدان العربية وبلدان المنطقة، وأيضا الزملاء والزميلات من البلدان الأخرى. شكرا لحضوركم لإطلاق دراسة مهمة وأول من نوعها في عالمنا، في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، وأيضا لحضور هذا الويبينار حول المعلومات الخاطئة والمضللة بشأن التغيرات المناخية وأيضا التدهور البيئي في منطقتنا. أول شيء أريد أن أشير إلى أن أنترنيوز، وهي مؤسسة الأم لمنظمة Earth Journalism Network، شبكة صحافة الأرض، التي قامت ومولت ونظمت جميع مراحل العمل لإنتاج هذه الدراسة المعنونة المعلومات الخاطئة والمضللة بشأن تغير المناخ. مؤسسة أنترنيوز تأسست في عام 1984 في كاليفورنيا، وهي مؤسسة لها فروع ونشاطات وفعاليات في أكثر من 100 دولة عربية، ودربت عشرات الآلاف من الصحفيين، وأيضا تعاونت وساهمت في إنتاج المحتوى الصحفي عالي الجودة في جميع المجالات، وليس في مجال المناخ فقط، في جميع أجمل المجالات المتعلقة بالصحافة المهنية وبالمحتوى المهني، في قضايا المساواة بين الجنسين في الصحافة، وكذلك في مجالات الاقتصادية وفي مجالات الصحة، كل المجالات التي تتعلق بحياتنا وبسبل العيش وبسبل الحصول على المعلومات الموثوقة، كون المعلومات هي أسلحتنا الرئيسية لمواجهة كل المخاطر المتعلقة بقضايانا اليومية. مؤسسة أو منظمة شبكة صحافة الأرض Earth Journalism Network، ومختصر هو EJN، أيضا فرع لأنترنيوز، وتأسست عام 2004، وهذه المؤسسة تعمل تحديدا في مجال الصحافة المناخية، وأيضا دربت عدد كبير من الصحفيين، وتحديدا في عالمنا، يعني في العالم العربي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك ساهمت ومولت الصحفيين ليس في بلدانهم فقط، حتى ساعدتهم بالوصول إلى مؤتمرات المناخ في مصر، وكذلك المؤتمر الأخير في دبي، وكذلك المؤتمرات القمم المناخية في البلدان الأخرى، ما أدى إلى عمل إضافي بشأن الصحافة المناخية في عالمنا العربي. ما أريد الإشارة إليه في مقدمة قصيرة، وسوف لن أطيل، إننا فعلا نحتاج إلى المزيد والمزيد بشأن الصحافة البيئية، بشأن الصحافة المناخية، بشأن المخاطر المتعلقة بهذا المجال الذي غالبا يتم إهماله في الصحافة العربية، وذلك لأسباب كثيرة، منها السياسة، منها الأمن، منها الأوضاع الاقتصادية، منها يعني إلى آخره من كل هذه الأمور، ولكن نحتاج إلى المزيد من المعرفة، المعرفة العلمية، وسوف نحتاج المزيد من الخبرة، ونحتاج المزيد من التدريب، ونحتاج مزيد من التمويل. لماذا؟ لأن هذه الصحافة غالبا المؤسسات الصحفية العربية تمول التحقيقات الصحفية العميقة حول جميع القضايا، ولكن عندما نأتي إلى القضايا البيئية أو القضايا المناخية فتتردد المؤسسات الصحفية، ناهيك بنقص المعلومات، بنقص المعارف، ناهيك
بنقص بنية تحتية رقمية تساعد الصحفيين في الوصول إلى المعلومات. نحن طبعا هذه الدراسة التي قمنا بها، أول شيء أريد أن أشكر الفريق، فريق العمل الزميلة هانا بيرنشتاين، الزميلة هانا بيرنشتاين والزميلة ميغان كينج، وأيضا الزميلة إيزابيل والزميل شريف صعدة من الأردن. هذا الفريق عملنا طوال هذه الأشهر الأخيرة منذ الشهر الرابع إلى اليوم، إلى هذه الساعة عملنا كفريق عمل، وكنا نجمع المعلومات ونجمع البيانات ونجمع ما يكتب وما كتب حول الصحافة المناخية وما هو خاطئ وما هو صحيح، وكنا نقارن ونحلل كل الوثائق التي نحصل عليها وثم نضعها في سياق كي نطلع بنتيجة نساعد الصحفي أو الصحفية العربية في المغرب، في اليمن وفي العراق وبشكل عام في جميع البلدان العربية، كي نطلع بنتيجة ترضي الصحفيين، ترضي المؤسسات الصحفية، وكي تساهم هذه الدراسة في رفع الوعي وفي أيضا في دحض كل المعلومات الخاطئة بشأن تغير المناخ وآثاره على المنطقة. ولماذا هذه المنطقة؟ هذه المنطقة بجملة واحدة أقول، نحن تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين المناطق الأكثر تضررا بشأن تغير المناخ. لماذا؟ لأن نسبة المياه الموجودة في هذه المنطقة لا تتجاوز 1.5 نسبة المياه العذبة، بينما نسبة السكان تتجاوز 6%، يعني على مستوى العالم أقصد 6%. فنحن نرى هذا الاختلال في المصادر الطبيعية وبين الكتلة البشرية الموجودة، الأمر الذي يدفعنا إلى إعادة التفكير في هذه المسألة، ناهيك بأن غالبية أراضي هذه المنطقة هي قاحلة أو شبه قاحلة، ومع ذلك نرى بأن هناك نوع من الأخبار الخاطئة سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعي أو أحيانا حتى تحصل المعلومات الخاطئة عن غير قصد. لماذا؟ لأن الصحفي الذي ينقل المعلومات ليس لديه الخبرة الكافية فيخطأ. فهذه الدراسة تحاول أن تلقي الضوء على هذه المسائل كي نطلع بنتيجة مرضية للجميع ونساهم في تصحيح المسار المناخي في الصحافة العربية. سوف أشارك معكم بعض الزوايا، وهي يعني نماذج، وسوف تكون النسخة العربية متاحة وكذلك النسخة العربية، بإمكانكم تحميل هذه النسخ والاستفادة منها. فاسمحوا لي أن أشارك معكم هذه. يمكن أخطأت في الآن، ماذا ترون لو سمحت إذا قلت لي؟ في زوم مش شايفين الدراسة يا خالد. عفوا، في خطأ أنا حصل من عندي، اعذروني، خليني أحاول مرة أخرى. الآن يمكن واضح، أليس كذلك؟ صحيح شايفين الدراسة. تماما. الألف لايك أيه. تماما، كما تعرفون صحافة المناخ في العراق والمغرب واليمن في عصر التضليل الإعلامي. طبعا حاولنا، يعني أريد فقط أن أشير إلى المنهجية التي اعتمدناها في إعداد هذه الدراسة. أولا استبيان، وشارك فيه كما تعلمون، كما ترون هنا، 185 صحفي وصحفية من البلدان الثلاثة، وترون نسبة المشاركين، العراق أكثر شيء 116، 27 من المغرب، وكذلك 42 من اليمن. بالإضافة إلى الاستبيان اعتمدنا الأدبيات الموجودة حول هذه المسألة باللغات
العربية، الفرنسية، الإنجليزية، وكذلك اللغات الأخرى بما في ذلك اللغة الكردية، كون العراق شارك عدد كبير من الصحفيين من القوميتين العربية والكردية. وهذا الشكل يشير إلى تغطية القضايا الصحفية أسبوعياً أكثر من مرة في الأسبوع أو شهرياً أو أكثر من مرة في الشهر أو أقل من 6 مرات في سنة أو أبداً، كما ترون هذه النسب الموجودة. بالإضافة إلى الأدبيات الموجودة بالإضافة إلى الاستبيان والأدبيات الموجودة، أيضاً اعتمدنا طريقة أخرى، وهي يعني الأدبيات الحكومية، أو أقصد البيانات والتصريحات الحكومية الموجودة. ماذا تقول هذه البيانات الحكومية وإلى ماذا تشير؟ هذه أيضا جزء من هذا أيضا جزء من المنهجية اللي اعتمدناها. النقطة الرابعة في المنهجية أو الزاوية الرابعة من المنهجية هو إجراء لقاءات مباشرة. قمت أنا شخصيا بإجراء 13 مقابلة مع الصحفيات والصحفيين في كل من اليمن والمغرب والعراق. بما أننا في الاستبيان لا نستطيع التحكم بالمساواة بين الجنسين، فلذلك حاولت أن أحافظ على هذه المسألة في المقابلات التي أجريتها. والنقطة الخامسة من المنهجية هي Focus Group Discussions، أو جماعات النقاش المركزة، مجموعات النقاش المركزة. وهذه أيضا أجرينا مجموعة نقاش مركزة في اليمن، وأجرينا مجموعة مناقشة مركزة في المغرب، ومناقشتين في العراق، وذلك لأسباب اللغة. أريد أيضا أن أشير إلى أننا واجهنا صعوبات في اليمن، وذلك لأسباب تتعلق بتوفر الإنترنت وبالظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية الموجودة في اليمن، فلذلك تأخرنا قليلا لهذه الأسباب. هنا نرى مثلا صحفية مغربية، وطبعا أريد أن أشير قبل قراءة هذه النماذج، هذه الأقوال، أريد أن أشير بأننا لم نسأل في الاستبيان عن اسم الصحفي أو الصحفية، وذلك لأسباب شخصية للمحافظة على خصوصية كل واحد. لم نسأل، فقط إنه صحفي أو صحفية، وهي مقيمة في البلد أو مقيمة في البلد أو خارج البلد، ولكن يعمل على القضايا المتعلقة بالمناخ، سواء مثلا صحفي مغربي ولكن مقيم على سبيل المثال في المغرب، في الأردن، ولكنه يعمل على القضايا البيئية المتعلقة ببلاده. صحفية مغربية تقول إن الفجوات بين الصحفيين والعلماء تؤدي في كثير من الأحيان إلى نشر معلومات غير موثوقة، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الحواجز اللغوية، إذ لا يتحدث معظم علماء المناخ اللغة العربية في أغلب الأحيان، ويميلون إلى استخدام المصطلحات المتخصصة التي قد يكون من الصعب على الصحفيين الذين ليسوا متخصصين في قضايا تغير المناخ فهم هذه المسائل. صحفي عراقي يقول: هناك نقص كبير في المصادر العلمية الموثوقة باللغة العربية المتعلقة بتغير المناخ، وخاصة المؤسسات الحكومية ذات الصلة. لذلك يعتمد الصحفيون في كثير من الأحيان على المصادر المفتوحة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى نشر معلومات غير موثوقة تتعلق بتغير المناخ. صحفية يمنية تقول إن المعلومات التي تقدمها الجهات الرسمية اليمنية بشأن التغيرات المناخية غير موثوقة، وتحتاج إلى التحقق والتدقيق. وهذا النقص في المعلومات الموثوقة يؤدي إلى إجبار الصحفيين اليمنيين على الاعتماد على تقارير الهيئات الدولية مثل وكالات الأمم المتحدة، والتي لا تقدم دائما معلومات ومواد عالية الجودة باللغة العربية. هنا كما ترون، يعني لا أقرأ كل ما مكتوب هنا، ولكن نحن هنا سألنا صحفيين ما هي المصادر التي يعتمدونها
مثلا العلماء والباحثين، المنظمات غير الحكومية، مثلا الوكالات والمؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة، مواقع إخبارية كبرى مثل الجزيرة، فرانس 24، بي بي سي، سي إن إن، مثلا المجتمعات المحلية والناشطين، المعلومات مثلا من قبل الحكومات المحلية، المجتمع أو البرامج الإذاعية، العائلة والأصدقاء، وسائل التواصل الاجتماعي، يعني مصادر أخرى، السياسيون وصناع القرار. سألنا كل هذه الأسئلة وترون النتائج هنا بالبرتقالي والأحمر والأزرق. صحفية مغربية تقول إن الوصول إلى معلومات موثوقة حول تغير المناخ في المغرب مقيد، ولا يستطيع الصحفيون المستقلون الحصول عليها. يعني هناك أفضلية بين الصحفيون المستقلون، وهناك أيضا بين الصحفيون الذين يعملون في المؤسسات التابعة للحكومات. مثلا صحفية عراقية تقول يواجه الصحفيون المستقلون في العراق صعوبات في الوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بتغير المناخ، فمعظم البيانات المقدمة من قبل الحكومة العراقية غير الموثوقة. هنا نرى التشابه بين ما يعانيه الصحفي المغربي وبين ما يعانيه الصحفي العراقي. وكذلك نرى أن صحفي يمني يقول أن الصحافة البيئية في اليمن مهمشة، والوصول إلى معلومات موثوقة عن المناخ محدود للغاية، فالأطراف السياسية المتصارعة في اليمن تستغل آثار تغير المناخ، مما يحد بشكل أكبر من قدرتنا على الوصول إلى معلومات موثوقة عن المناخ. لاحظوا كيف إن هناك تشابه كبير بين هذه البلدان الثلاثة. ولو وسعنا الدائرة وذهبنا إلى حتى بلدان أخرى في العالم العربي، فسوف نجد ونكتشف المزيد من التشابه بين الواقع الموجود معلوماتيا ومناخيا في العالم العربي. طبعا هذا يعني يتعلق بموقف أو معرفة الصحفيين من تغطية القضايا المتعلقة بالمناخ. مثلا عن مواضيع الموازنة أو الموضوعية، نحن كما نعرف عندما نتناول القضية المتعلقة بالمناخ، نحن لنفترض نتحدث عن فقدان الأنواع الحيوانات البرية مثلا. هنا أنا لا أحتاج إلى الموضوعية، أو أتحدث عن ارتفاع درجات الحرارة، أنا لا أحتاج إلى الموضوعية كي أسأل خبير ويقول لا، ليس هناك ارتفاع درجات الحرارة. هنا نحن أمام واقع علمي، فلذلك نرى لا زال هناك صحفيون في عالمنا ويشيرون إلى أنهم يحافظون على الموضوعية، فهذا أيضا يعود إلى نقص المعارف المتعلقة بتغير المناخ في المنطقة. مثلا المضايقات أثناء إعداد التقارير عن تغير المناخ في العالم العربي، سوف تجدون هنا التفاوت بين المغرب والعراق واليمن بخصوص تعرض الصحفيين إلى المضايقات، سواء كان هذه المضايقات على أرض الواقع أو كان عبر الإنترنت أو أونلاين. الأمر الأكثر أهمية في هذا الاستطلاع، وأيضا خلال المقابلات التي أجريناها، وكذلك خلال مناقشات يعني مجموعات النقاش المركزة، هو حاجة الصحفيين إلى شيئين. الشيء الأول هو التدريب والتدريب والتدريب، لأن هناك نقص في الخبرات ونقص في المعارف، هذا جانب. وجانب آخر، هناك نقص في أرجع وأقول نقص في التمويل. هذا بشكل عام، هذه فقط حبيت أن أشارك معكم هذه النماذج، وسوف تجدون المزيد من هذه النماذج في الدراسة، طبعا مع تحليل كامل للأدبيات الموجودة ولواقع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مناخيا، ولماذا هذه المنطقة معرضة أكثر من غيرها إلى آثار تغير المناخ. طبعا ناهيك بمسائل أخرى، وهي يعني الخلط، هناك الصحفيين أحيانا يخلطون بين ما هو مناخي وبين ما هو بيئي،
مثلا هناك تلوث لبحيرة أو لنهر مائي في الأردن على سبيل المثال أو في العراق، هذا لا يتعلق بتغير المناخ، هذا يتعلق بواقع محلي، هذا يتعلق بنشاط بشري، هذا يتعلق بتدهور بيئي، بينما الواقع المناخي هو واقع عالمي، يعني نحن لا يمكن أن نخفف من درجات الحرارة عالميا في بلد واحد، هذا يحتاج إلى جهد عالمي، بينما يمكن أن نخفف التلوث سواء كان في التربة أو تدهور الحاصل في التربة أو في المياه أو في الهواء أو إلى آخره من هذه الأشياء. أنا أقف يعني عذرا أطلت عليكم، ولكن حبيت قبل ما نبدأ مع الزميلات، أولا أستاذة رومان من الأردن، وهي رئيسة أريج الشبكة، ذكريني أستاذة روان، الشبكة العربية للصحافة الاستقصائية، أليس كذلك؟ نعم صحيح. وأيضا بالزميلة زينة ماجري من تونس، وهي زميلة عزيزة وهي مدققة الأخبار، وهي يعني تدخل في صلب الموضوع هنا في هذا السياق، لأنها تدقق المعلومات الخاطئة والمضللة في شأن المناخ. وكذلك زميلتنا العزيزة أفرح ناصر من اليمن، وهي من الصحفيات التي تراقب وتساهم ولها مساهمات كبيرة في الصحافة العربية وكذلك في الصحافة الدولية حول الواقع المناخي في العالم العربي. أهلا بكم جميعا، وسعيدين بحضوركم وبوجودكم معنا. شكرا شكرا عزيزي خالد. هنا عذرا، أنا قبل ما أذهب إلى قبل ما ننتقل إلى ضيفاتنا وزميلاتنا، أريد فقط أن أشير إلى جميع الزملاء والزميلات الموجودات والموجودين هنا. من يريد أن يسمع الكلام باللغة العربية فيذهب إلى more وثم يذهب إلى interpretation، وهنا يختار اللغة التي يريد أن يسمع بها، لأن هناك ترجمة فورية للغة الإنجليزية وكذلك للعرب، من الإنجليزية إلى العربية ومن العربية إلى الإنجليزية. فأرجو إذا واجهت أي مشكلة تقنية تذهبون إلى interpretation، ومن هنا تختارون اللغة التي تريدون السماع لكل ما يقال في هذا الويبينار. طيب، أنا أنتظر هانا إذا عنده شيء أو عنده سؤال حتى أنا أبدأ. ما عنده شيء. طيب، نبدأ بأستاذة روان. أستاذة روان، مرة أخرى أهلا بك، وحقا سعيدين بوجودك معنا، يعني مساهمتك تكون كبيرة ونقيمها أيما تقييم. وبما أنك طلعت على التقرير فنريد أن نسمع منك حول هذا حول هذه الدراسة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ خالد، شكرا أنت النيوز والفريق. الحقيقة بداية يعني في ظل ظروف صعبة جدا نعزي الشهداء والجرحى في فلسطين وفي لبنان، ونتمنى السلامة والأمن للجميع، خاصة في ظروف صعبة جدا يمر بها الصحفيين والصحفيات اليمن ومحققي المعلومات. حتى اليمن وفي اليمن وفي السودان للأسف الشديد أصبح الوضع يعني يضم كثير من الدول العربية التي الوضع فيها صعب جدا، ولذلك نقدر عاليا وجود صحفيين وصحفيات في مناكن خطرة وأماكن الصراع وعملهم أيضا الحثيث على هذا الموضوع. وأبارك للفريق، الحقيقة تقرير متميز ومتاح للجميع حاليا باللغة العربية واللغة الإنجليزية. وكما تفضلت خالد يعني في كثير من النقاط بحاجة إلى فعلا النظر إليها بعمق. لفت نظري في التقرير إنه تقريبا 48% من المشاركين قالوا أنه ليس لديهم وقت للتحقق من الحقائق المتعلقة بتغيير المناخ، و40% قالوا لا يعرفوا كيفية التحقق من المعلومات المتعلقة بالمناخ.
وصحيح أن هذا يشمل عدة دول عربية، لكن أعتقد أن الوضع كذلك في جميع الدول العربية، بمعنى أن غرف الأخبار والمؤسسات الإعلامية عندما يقولون ليس لدي وقت للتحقق من المعلومة، يعني أنه ليس لدى غرف الأخبار برؤساء الأخبار ورؤساء التحرير، مدراء التحرير، مديرات التحرير أولوية لموضوع التحقق على حساب النشر السريع والتقارير السريعة، وبالتالي هذه مشكلة في صيرورة العمل الخاص بنا في غرف الأخبار. أما كيفية عدم معرفة التحقق من المعلومات فهذا بالضبط يعني المهارات التي تحدثت عنها وهي أهمية التدريب في زمن أصبحت المضامين لها علاقة أيضا بعالم الذكاء الاصطناعي في هذا الموضوع تحديدا، خصوصا أنه أصبح هناك كثير من الديب فيك والمعلومات الخاطئة والمضللة. وربما لذلك نحن في أريجل يعني كان هناك اهتمام من فترات مبكرة بموضوع تدقيق المعلومات ما قبل النشر وما بعد النشر، فعرضنا تدريبات مجانية لكثير من الصحفيين ومدققي المعلومات في هذا المجال تحديدا، كيف نتعلم ونتدرب على كيفية تدقيق المعلومات بشكل عام والمتعلقة بتغطية المناخ وقضايا المناخ بشكل خاص، سواء قبل النشر أو ما بعد النشر. وأسسنا لذلك منذ حوالي 4 سنوات الشبكة العربية لمدققي المعلومات AFCN Arab Fact Checkers Network من أريج، وهي في أولوية تدريب مجتمعها تدرب على تدقيق المعلومات المختصة بالتغير المناخي، وعقدت أيضا مشاريع متخصصة في هذا السياق، ويمكن أن أضع عندما أنتهي بعض الروابط التي نشرتها أيضا للمعرفة العامة في هذا الموضوع. لاحظنا مما لاحظناه في عملنا أنه تتأثر كثيرا عموم الجمهور المتضرر من تغير المناخ، وخاصة الفئات الهشة والأكثر عرضة لخطر المعلومات المضللة بشأن تغير المناخ. فلاحظنا أن هناك كثير من المعلومات الخاصة المناخية يعني كان فيها أخطاء كبيرة، سواء في تصريحات شخصيات عامة، مسؤولين، مشاهير ومؤثرين، سواء في بيانات الشركات، سواء في المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي، الصور، الفيديوهات، في المواضيع الصحفية، وأيضا للأسف الشديد الدراسات العلمية غير المعتمدة والتي يتناقلها الناس. ومن هنا أؤكد أن المهم جدا هو منهجية تدقيق المعلومات. كيف يمكن أن يتشكك فعلا الصحفي الصحفية مدقق ومدققة المعلومات بالتفكير النقدي من أي محتوى موجود من محتويات المعلومات المتعلقة بتغير المناخ ويخضع للفحص الحقيقي، سواء من خلال العودة إلى المصادر الرسمية للمعلومات والمصادر المتاحة باستخدام أدوات تدقيق الصور والفيديوهات والمعلومات والاعتماد على آراء الخبراء والباحثين والمختصين في هذا المجال؟ وللأسف نشعر أنه في كذا شخص هو ليس خبير وليس باحث حقيقي ويصدر نفسه أنه هو خبير في هذا المجال، ويتم خداع الجمهور وأحيانا للأسف خداع الصحفيين والصحفيات ومدققين معلومات في هذا المجال. وأيضا مهم جدا التدريب على استخدام المصادر المفتوحة وقواعد البيانات المحلية والدولية، خاصة في الوطن العربي الذي فيه نقص في الوصول إلى المعلومة الحقيقية والموثقة. ولذلك أنا الحقيقة فخورة بالصحفيين والصحفيات القلائل الذين تخصصوا في هذا المجال، ومدققي ومدققات المعلومات الذين تخصصوا في هذا المجال، وأدعو الجميع في المرحلة الحقيقة الكارثية التي نحن فيها في موضوع المناخ إلى أن يكون هذا في اتساع أكبر بكثير في تدقيق المعلومات حول المواضيع المناخية يعني مضللة، لأنه المشكلة أنها أصبحت تختص بحياتنا، حياة كل فرد منا. يعني لفت نظري في زميل وسام حمدي في الأسئلة يقول كيف نركز على سردية الصحافة البيئية والمناخية في ظل انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس حولنا في العالم العربي؟ وهذا السؤال يأتينا كثيرا عندما نضع أولوية لمواضيع التغطية المناخية، وأقول له أن الحرب والانتهاكات الإنسانية والحقوقية التي تتم هي ليست فقط ضد الإنسان، وإنما هي ضد الإنسان والحجر والشجر والحيوان والنبات والمناخ والهواء والطقس وحياتنا كلها، تنفسنا، مما نتنفس إلى ما نأكل إلى ما نعيش، وأن هذا متصل كثيرا بهجرة وانتقال السكان والبشر
نتيجة هذه الكوارث المناخية التي نعيشها. وللأسف الشديد الأوضاع التي تؤدي بحرب وقصف ويعني انتهاكات كبرى هي في النهاية تؤدي إلى حروق كبيرة جدا بغازات منبعثة تملأ سماءنا وتؤثر على حياتنا بالكامل. وأنا سأضع بعض الروابط، وسعيدة أن نلتقي سويا، يعني التقينا أنا وخالد عدة مرات في الماضي وعملنا سويا، حتى ساعدنا خالد في مساقات تتعلق بالتوعية والتدريب في مجال المناخ متاحة مجانا باللغة العربية على أكاديمية أريج. هناك مصادر كثيرة، وربما أعتقد أن الأولوية هي التي تنقصنا، أن نعطي هذا الأمر الأولوية القصوى ونقول أننا يجب أن نهتم به. الميكروفون خالد عندك، تفتحه عشان نقدر نسمعك. جزيل الشكر أستاذة روان، أنت أضفتي نقاط مهمة لهذا الويبينار، وسوف طبعا أنا كنت أفكر بسؤال زميلنا وسام حمدي من مصر، فأنت جاوبتي عليه، وأنا أيضا سوف لن أجيب على الأسئلة وأترك الأسئلة للزميلات والضيفات العزيزات، وأذهب إلى زميلتنا أستاذة أفراح لي أيضا تقدم لنا مساهمتها بخصوص هذه الدراسة، وتفضلي. شكرا شكرا خالد. يعني الأستاذ روان غطت يعني معظم أهم النقاط. أنا يعني ممكن بس أضيف أن أنا أعمل زوم إن وأركز بس على يعني من وجهة نظر يمنية، أنا كيف أقدر كصحفية كيف أقدر أوثق هذه القضايا في بلد مثل اليمن غارق في انتهاكات حقوق الإنسان ووضع سياسي وأمني متدهور بشكل يعني غير مسبوق، يعني لدرجة أنه يعني حتى لما أبدأ التوثيق ما أعرف من فين أبدأ ومين السلطة اللي ممكن تكون هي المرجعية. ويعني أنا سبق ووثقت هذه القضايا المناخية في أكثر من تقرير. إذا في عندي ملاحظتين يعني أقدر أقولها كصحفية يمنية، أول شيء المعرفة، يعني الجهل في هذه المواضيع المفروض يتم محاربتها من المدارس، مش بس أنا كصحفية بهذا الخبرة مطلوب مني أن يكون عندي نقد تحليلي وأثقف نفسي من أول وجديد. يعني في أشياء فعلا يعني كنت أقرأ يعني تقارير كثيرة وكتب بس عشان ما أقع في فخ المس انفورميشن والتضليل، أو يعني حتى كل ما أتبحر يعني في مثلا قضية مناخية لها أضرار مناخية أخرى، يعني ممكن أنت تعمل إيش يسموه الجرين هاوس للزراعة بأن أنت تعمل يعني تزرع داخل يعني غرف بلاستيكية وكذا، لكن هذه ممكن تصدر كمان أمنيشن من نوع آخر ممكن يؤدي إلى أضرار بيئية. فيعني الموضوع معقد يعني، فما في يعني ما هو أبيض وأسود وخلاص، فلازم تكون تثقف نفسك بشكل دوري. واضطريت أن أنا أتابع مثلا يعني مواقع كثيرة ما كنت عادة أتابعها. ولما يعني بدأت أجري اللقاءات يعني واجهت مشكلة بأنه حتى الناس اللي أجري معاهم اللقاءات ألاحظ أنه بيعطوني معلومات مغلوطة. لو أنا مش عاملة الهومورك الواجب من أول أنا ممكن أخذ هذه المعلومة وخلاص يعني. وهنا الدور الأستاذ روان وأريج اللي بيعملوه مثلا في الفاكت تشيكينج هذا جدا مهم، ويعني وهذه أشياء المفروض فعلا من النظام التعليمي يبدأ يتغير، يعني بالذات الجلوبال ساوث يعني منطقتنا الدول العربية، هذه المنطقة هي المنكوبة بشكل أكبر من الدول الأخرى مع أنها يعني غير مساهمة بشكل رئيسي في التغير المناخي بنفس النسبة اللي الدول المتقدمة هي مسؤولة عنها. فيعني احنا في دولنا في منطقتنا لازم يكون عندنا وعي من نعومة أظافرنا. يعني أنا أتمنى الموضوع مش فقط يعني ينحصر في دور الصحافة، لابد من الضغط في تغيير جذري في النظام التعليمي أيضا.
والصحفي أصلا لو عنده تعليم مسؤول وتعليم يعني هو واخده من المدرسة من الجامعة يدفعه للمعرفة في هذا المجال أو التحليل النقدي بشكل عام، ما كنا وصلنا لهذه للأسف النتائج المحبطة في التقرير. يعني أنا قرأت فقرة أن بعض الصحفيين ما أذكر النسبة، يعني هم يعتقدوا أن التغير المناخي هي أزمة إلهية، يعني هي like natural disaster، يعني أزمة طبيعية. ففين دور الإنسان؟ فين سياسات الحكومات؟ يعني فشيء أنا بالنسبة لي كان يعني مخيب للظن، وأنا أجري التوثيق وأجري اللقاءات. فهذه يعني في أزمة في المعرفة تبدأ من البيت، تبدأ من المدرسة، يعني وتمتد للصحافة ولغرف التحرير. يعني إذا ما في محرر شاطر للأسف يعني ممكن يطلع الكلام مؤذي أكثر مما مفيد، يكون فيه معلومات مغلوطة، أو حتى يكون أصلاً محرر غير داعم، زي ما النتائج في التقرير عندكم المحررين مش حاطينها أولوية. يعني في بعض غرف الأخبار مش شايفينها أولوية، لأنهم يعني بتمطر عليهم أخبار الصراعات الأمنية والعسكرية، فمش حاطينها أولوية. فهذه نقطة واحدة. النقطة الثانية بالنسبة للدعم الدولي، أعتقد يعني حان الوقت إنه يكون في تحالفات بين الصحفيين بشكل أقوى. ويعني الآن بنشوف مثلاً، أنا كواحدة يعني أشتغل في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء لفترة طويلة في اليمن وفي بلداننا العربية، أشوف في تحالفات كبيرة ومهمة وقوية بين منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، أو منظمات المجتمع المدني المحلية نفسها مع بعض. لكن لا يزال هناك ثغرة بأنه ما في هذا التخصص في مجال التغير المناخي والقضايا البيئية بشكل عام. أتمنى يعني أنه يكون في تحالفات في هذا الاتجاه بشكل أقوى وأكبر، يعني اللي في شبكة أريج اللي بيعملوه كمجموعة مدققين، هذه أنا أعتقدها باكورة. يعني في أمل، يعني وأتصور هذا بيفتح مجالات أخرى أيضا للتحالفات بشكل أقوى، وإن شاء الله فيهم الأمل. أنا أعتقد كلما نتحالف كلما يكون التأثير أقوى. وشكرا. جزيل الشكر أفراح لهذه المساهمة القيمة، وسوف أذهب إلى زميلتنا زينة ماجري، وهي أساسا يعني زميلة تعمل في هذا المجال، هي مدققة معلومات ولها أثر كبير في هذا المجال، وسبق وأن عملت والتقينا في ملتقى أريج في عمان، وكان لها دور بارز في هذا الخصوص. تفضلي زينة، المايك معك، ونريد أن نسمع رأيك بخصوص هذه الدراسة التي أطلقناها وأنت اطلعتي على نسخة منها قبل الإطلاق. تفضلي. نسخة حصرية. شكرا لك خالد، نحب نشكرك بطريقة كبيرة برشا على الاستضافة هذه وعلى الويبينار وأهمية الموضوع اللي بنحكي فيه. كما قلت هو سابقة، لأنه عادة الاهتمام يا إما يكون بالمس ديسانفورميشن في مواضيع أخرى تهتم بالاقتصاد والسياسة والاجتماعي، لكن ما تهتمش بالواقع البيئي أو الواقع بتاع تغير المناخ. وحقيقة I'm not an expert، أنا نفسي مش خبيرة في موضوع التغير المناخي ولا في موضوع البيئة. عندنا مجموعة في منصة فارس وفي تونس، بين تونس والجزائر، اللي تشتغل على المسألة هذه. أنا شخصيا عندي قصة شخصية مع المسألة البيئية، لأنه كيف ما كانت تحكي أفراح، الاهتمام بالمسألة البيئية وبالتغير المناخي مش موجود معنا وإحنا من اللي نحن صغار، يعني ما تربيناش عليه. موضوع تقريبا يعتبر rich people subject، يعني موضوع مش أولوية ولا يهم عامة الشعب. وغالبا لما تحكي مع الناس على المواضيع هذه يقول لك ليست أولوية، لأنه فما المسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحروب حاليا اللي صايرة في المنطقة بتاعنا تكون بالنسبة لهم هما أولوية،
وأكثر أهمية وممكن مفهومة، حتى وجهة النظر هذه مفهومة، لأنه المواطن تنجمش تحكي معاه في موضوع يعتبره هو لوكس أو بتاع مجموعات أخرى من الناس اللي كونت ولا عندها البيسكس ولا المينيموم بتاع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اللي يتحدث في الموضوع بتاع البيئة والتغير المناخي. وهذا اللي يخلي حتى عامة الشعب مش مهتمين جدا بالموضوع هذا. يعني أنا قصتي الشخصية بدأت تقريبا من هذا، أنا من سنوات التالي ودي خالد تعرف الأصدقاء المقربين اللي يعرفوا، كنت مرضت بالسرطان حاليا الحمد لله معناها، لكن في وسط الأزمة بتاع العلاج من المرض كانت من بين النصائح اللي توجهت بها الناس الأمي إنه السلحفات البحرية، وهذا عن جد يعني في تونس فما ناس تصدق إنه السلحفات البحرية، اللحم بتاع السلحفات البحرية يداوي من السرطان. فكانت هذه معلومة معروفة، أنا أول مرة سمعتها من عند أمي، وأمي سمعتها من عند جارتنا، وجارتنا سمعتها من عند جيران أخرين. فتخيل أنت قديش كمية الانتشار بتاع المعلومة هذه، لحد إنه وقت عملت الريسيرش بتاعي أونلاين لقيت إنه المعلومة موجودة في تونس عندها سنوات، وموجودة حتى في العالم الكل، إنه فما ناس تمن إنه اصطياد السلحفات البحرية وإنك تعمل بها أكلة ممكن يداويك من السرطان. We know it's wrong، معناها ما نعرف انه هو شيء مضلل معناها، والمعلومه توتلي زائفه معناها. لكن في نفس الوقت لما تشوف الفقدان الامل عند الناس اللي مريضه بالسرطان والعائلات نتاعهم، قديش الميس ديسانفورميشن عندها اكثر بعد عاطفي في علاقه بالمسائل هذه اكثر من انها تكون بعد عقلاني. طبعا احنا ما لا اصطدنا ولا، وبالعكس كانت هذيك بدايه اهتمامي بالمساله البيئيه كعامه ومساله التغير المناخي خاصه، وما زلت نتعلم من الفريق بتاعنا لانه عندنا فريق ما شاء الله يعني مشكله حاليا في فالسو، وقت نبداو نشتغلوا على اذا التونسي نتاعي مش سهل خبروني على الاقل نحاول هكا نبيضوا شويه. اوكي فاحنا مشكلتنا حاليا في فالسو انه واحد هي الاهتمام الشعبي او الاهتمام الجماهيري بالمساله البيئيه وبمساله التغير المناخي مش اولويه كما فسرت. اثنين هو بما انه الجمهور هذا ما مش من الحاجات اللي يرغب الحديث عليها ولا يرغب انها تكون من اولوياته، فانه هذا يعكس عدم اهتمام في الببليك بوليسيز في السياسات العامة للدول بتاعنا، وخاصة بعد في تونس خاص. ونقول هذا لأنه تونس مثلا عندها العديد من المؤسسات البحثية اللي مهتمة بالمجالات هذه، وعندنا حتى مجالات دراسية معناتها في الجامعة وإلى في الـ حتى في الـ في الـ في الـ في الـ في الهاي سكولز، إنه ندرس نوعا ما شوية بداية هكا كأنه بداية طريق إنه نهتم بالموضوع هذا. لكن المشكلة إنه الدراسات موجودة ومراكز الدراسات موجودة، لكن ما عندهاش الاهتمام الكافي من الدولة، لا تمويل ولا اهتمام مؤسساتي، ولا حتى عندها الوجود العام معناتها عند الناس. يعني انا فما مؤسسات اكتشفت وجودها وقت بدينا نشتغلوا على الفاكت تشيكينج في الموضوع هذا. والمشكله انه اعداء معناتها الدعم المادي، نعرفوا انه المشاكل السياسيه والاجتماعيه والاقتصاديه تكون اولويه. اكتشفنا في الاخير انه، او على الاقل اكتشفت الشخص لانه فماناش اكتشفت قبل ماني، وتعرف التيم بتاع فالسو يعرف، انا اكتشفت مؤخرا انه كل ما يهم او كل قضيه او قضيه التغير المناخي والقضيه البيئيه اللي يعتبروا الناس اللي هي مش اولويه لا سياسيه ولا اقتصاديه ولا اجتماعيه، هي في الحقيقه عندها اضرار اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه على حياتنا تقريبا اليوميه معناها. وهذا في اعتقادي هو أهم نقطة لازم التركيز عليها. الناس تعتقد أنه كل موضوع منفصل على الموضوع الآخر، أو كل اهتمام يجب يكون بعدها منفصل على الآخر. الموضوع الاقتصادي هو موضوع أولوية تقريبا في أغلب، أو على الأقل في تونس نعرف الوضع الاقتصادي في تونس، الموضوع السياسي كيف كيف، الاجتماعي نفس الشيء. لكن الناس لازمها تفهم أنه التغير المناخي والأضرار البيئية اللي صايرة هي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر
حيني وغير حيني على حياتنا اليومية اقتصاديا اجتماعيا وسياسيا. ولهنا ممكن يصير السويتش الكبير أو التغيير الكبير في نظرة الناس لمسألة التغير المناخي، وممكن يصيروا مهتمين بها. الإشكال إنه وقت نتعاملوا مع الببليك يلوج، معناتها يبحث على الاهتمام نتاعو، كل ما يمسه هو بطريقة مباشرة في أو في العديد معناتها من المراحل، وفي العديد من حتى من الحملات اللي صارت، هذا كان غائب بطريقة كبيرة. الناس ما تعرفش إنه هذاك راهو مهم بالنسبة لها هي. فالاهتمام بتاع الناس هو يجب أن يكون الأولوية في العمل بتاعنا، لربط موضوع التغير المناخي بالحاجات الأولوية أو بأولويات الناس. وإذا كان public opinion تغير نحو الاهتمام بالموضوع هذايا، فإنه الصحافي باش يتغير في الكومبورتمون تاعو، في البيهيفير نتاعو، ووقتها حتى البوليسيس public policies تولي تهتم أكثر بالموضوع هذايا. أنا اشتغلت تقريبا لفترة أشهر كمسؤولة عن المناصرة والكوميونيكيشنز والتواصل في منظمة الباندا، أنا نسميها منظمة الباندا WWF في شمال إفريقيا. وكانت هذه أصلا حتى المشكلة في وسط المنظمة نفسها، إنه حتى اشتغلوا معنا ناس، احنا التيم بتاعنا كان تيم كبير جدا، اشتغلوا معنا ناس يعتقدوا انه مسألة البيئة ومسألة التغير المناخي ليست أولوية، لكن فقط كانت فقط نوع من الرفاهية ما بعد الأوضاع، ولا الحديث عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. أنا في علاقة وهذه من الأوتكمز في علاقة بالدراسة نتاعكم. خالد، نحب نشكركم جدا على الكواليتي نتاع الدراسة هذه، تخطيط تغيير المناخ والمعلومات المظلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نفس الشيء في علاقة بالمعلومات المظلة، واللي هذا مذكور في التقرير، أنا دو ابريشيت ذات لوت، يعني مهمة على الآخر، إنه نقولوا إنه المشكلة مش في التضليل والأخبار الزائفة فقط، ما أيضا في اللاك اوف انفورميشن، إنه المعلومة أصلا مش موجودة، وهذا في حد ذاته هو يعتبر تضليل، معناتها سواء للصحفيين وإلى، يعتبر إشكال كبير للصحفيين وتضليل للرأي العام. إثبات المصداقية في علاقة بالمسائل اللي تتعلق أو المعلومات اللي تتعلق بالتغير المناخي، مش نزيد برشا على اللي قالته أفراح وروان اللي تقريبا قالوه، لكن مشكلتنا إنه الاختصاص غائب، لأنه التعليم ناقص، ولأنه الاهتمام من نعومة الأظافر مش موجود. المفروض نفس الاهتمام بالمواضيع السياسية اللي احنا نعرفوه في تونس مثلا، لأنه عندنا التربية المدنية ندرسوها من السنوات الأولى للدراسة، التربية المدنية اللي تعلمك العمل السياسي ديزون، الحقوق والحريات إلخ إلخ. فلهذا الشعب التونسي نوعا ما عنده تخمة سياسية كما حكينا بليك أفراح. نفس الشيء بالنسبة للاقتصاد، لكن مش نفس الشيء للمسائل البيئية والمسائل التعلق بالتغير المناخي. مشكلة الصحفيين عادة احنا في تونس هذه نفس الإشكال، رغم كثرة المراكز اللي تدرس المسائل هذه، إلا أنه نفس الملاحظة بتاع أفراح، أحيانا زوج خبراء يعطوك زوج معلومات، اثنين معلومات ممكن ما تكونش متطابقة 100%، وأحيانا تكون أصلا متضاربة، معناها متضادة جدا. وهذا يرجع دائما إنه مراكزنا غير دراساتنا غير محايدة، لأنه ليس هناك تمويل، وليس هناك اهتمام من أصحاب القرار، وليس هناك اهتمام شعبي وصحفي بالموضوع. فتلقى المعلومات اللي موجودة عندنا في تونس أو في العالم العربي ككل، هي معلومات إما إنها غير محايدة، أو إنها جاية من برا، معناتها جايتنا من الويسترن اورجانيزيشنز ولا انترناشونال اورجانيزيشنز، اللي with all my due respect إذا كان مش موجود في المنطقة الجغرافية وتعرف المنطقة الجغرافية وتحدثت مع الخبراء متاعها وعملت زيارات ميدانية وقعدت لي سنوات في المنطقة هذيك، ف you cannot talk about it money. فالدراسات عادة تكون جاية يا إما من برا أو إنها ناقصة update. أعتقد إنه الاهتمام اللي
اللي لازم يكون الصحفيين ممكن يغيروا، صحفي نجم يصنع الببليك اوبينيون، وهذا مهم جدا. اذا كان احنا نجحنا في انه وي سويتش الاهتمام نتاع الببليك اوبينيون للمواضيع المتعلقة بالتغيير المناخي، وانه هذه مواضيع تمسها بتمس الببليك بطريقة مباشرة، فميبي من بعدها تكون الفيز اللي من بعدها هي الادفوكاسي واللوبينج مع اصحاب القرار في علاقه بالسياسات العامه لكل بلد، لادراجها وضروري على الاقل بالنسبه لتونس في مثلا قوانين الماليه بتاع كل سنه. الاهتمام بالمساله البيئيه ومساله التغيير المناخي لازم يكون موجود وواضح في السياسات العامه للدول، وليس فقط مجرد هكا موضوع اللي نتفكره مره في السنه فقط، لانه هذا موضوع يمسنا بطريقة مباشرة ويمس جميع المجالات، وخلينا نقول إنه هو أم المواضيع أو أم الإشكالات اللي موجودة حاليا في العالم. مرة أخرى خالد نشكرك برشا، وهذا كلامي، إذا كان فما أي حاجة كان خبركم. شكرا جزيلا يا زينة لهذه المداخلة القيمة. طبعا أذكر أستاذة روان أجابت على سؤال وسام حمدي، ولا أنا أرجع في بجملة قصيرة أقول زميلنا وسام، القضية المناخية أيضا قضية حقوق الإنسان. عندما يصادر هواء نظيف، عندما تصادر التربة، ها كل هذه الأشياء هي أيضا من حقوق، يعني ضمن حقوق الإنسان. هناك زميل، أنا أجاوب هذا على هذا السؤال، سؤال لي بشكل خاص، يقول أحمد، الزميل أحمد زنقن يقول: هل تعاني اللغة الكردية مثل اللغة العربية من نفس المعوقات والعراقيل؟ أنا أقول أكثر، بل أكثر، بما أنني أكتب باللغتين العربية والكردية، فباللغة العربية رغم يعني الكثير يشكون من نقص كبير في اللغة العربية، ولكن اللغة العربية أغنى بكثير، وهناك ترجمة للمصطلحات والمفاهيم، ولكن نحن في اللغة الكردية لازلنا في البداية وواجه صعوبات كثيرة جدا. هذا فقط. في هناك بعض الزملاء كان عندهم بعض الملاحظات، يعني قالوا بأنه هناك في شريحة شبابية في تونس واعية بما يجري. أنا أقول نعم، هناك مجموعات شبابية في تونس، في العراق، في الأردن، ولكن نحن نتحدث بشكل عام، لا نركز فقط على مجموعات. يعني نعم هناك مؤسسات وهناك منظمات، ولكن نحن نتحدث بشكل عام. هناك سؤال من المغرب، الزميل محمد أبطاش يقول: هل هناك منصات مجانية للولوج بخصوص متابعة تغير المناخ المحيطات عبر الأقمار الصناعية؟ صديقنا محمد، أقول هناك بعض الوكالات والمؤسسات تقدم خدمات بهذا الشأن، مثل هناك خدمات جوجل، هذه واحدة. الثانية وكالة الفضاء الأوروبية كوبرنيكوس أيضا تساهم وتوفر بعض الخدمات، وهناك أيضا وكالة ناسا أيضا تقدم الخدمات. فبإمكانك العودة، ولكن إذا أردت المعرفة العميقة بهذا الخصوص، أنا أقول يجب أن تعود إلى التقارير الصادرة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بشؤون المناخ IPCC، يعني هذه النقطة. وأيضا هناك أيضا معلومة أخرى من قدرا يعني من كي لا أخطأ بالأسماء، أيضا من IPBS، هذه المؤسسة العلمية الحكومية الدولية بشأن خدمات النظم الإيكولوجية أو النظم البيئية. فإذا أردت الحصول على كل المعلومات المتعلقة بخصوص المحيطات وحتى بخصوص البراري، فيجب تحديدا فيما يتعلق بالتنوع الأحيائي، فيجب العودة إلى مؤسسة IPBS، الوكالة الدولية الحكومية العلمية المتعلقة بخدمات لا عفوا، قبل أن أرجع لك زينة، هناك سؤال من صلاح، إذا ما أخطأ بالاسم، صلاح ملكاوي عفوا، في الأردن، يقول: يكاد لا يوجد في غرف الأخبار
العربية متخصصون في مجال البيئة ولا في شؤون المناخ، وهي لا تشكل الأولوية بعكس الصحافة الأجنبية. نعم، أنا أتفق مع هذا. وهناك أيضا تعليق آخر أريد أن أقرأه من ماجدة طفرة، أستاذة جامعية للصحافة ورئيسة مجلس إدارة وكالة الأنباء الكرواتية. تتحدث عن تحالف وكالة أنباء البحر الأبيض المتوسط: بدأنا ببناء قدرات الصحفيين البيئيين خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ما أريد قوله هو أن هناك موارد عديدة للدعم وبشكل أكثر دقة في منظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني، حيث يمكننا الاستفادة منها. على سبيل المثال، يمكن للصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يتعاملون مع البيئة أن ينشأوا شبكة مشتركة من الصحفيين البيئيين. سأتحدث في مؤتمر الإعلام العام في أبو ظبي عن هذا الموضوع أيضا. شكرا أستاذة ماجدة. أعود إلى، يمكن لديك ملاحظة تقوليها زينة؟ تفضلي. هي مش ملاحظة بقدر ما هي المساعدة أيضا على نفس السؤال اللي سأله خالد، في مش خالد اللي قبله، في علاقة إذا كان فما أي حاجات متعلقة بالتكنولوجيا اللي تنجم تتبع بها. بعثت لكم لينك بتاع بلينكات اللي كان زاد الفضل اللي أريج أني يعني عرفت بلينكات. لينك بتاع البلينكات هذيك فيه هو تولز بتاع investigative journalism، تلقاو فيه كل تول بالموضوع نتاعها بالضبط. فاذا كان ندخل باش نلقاو تقريبا، ما نعرفش اذا كان السكرين تاعي واضحه ولا لا، باش نلقاو فما الايكونز فوق، في الايكونز فما الشجره واضحه هي انفايرمنت الى اخره. باش نلقاو التولز كلها اللي تنجم تتبع بها المسائل البيئيه، كل منهم اللي ذكرهم خالد ايضا، فتلقاهم موجودين في اللينك اللي انا بعثته لكم. ايضا فما العديد من التولز الاخرين اللي تنجم تستعملوهم حتى في حاجات اخرى، منهم ايمج ريسيرش وحاجات اخرى. هناك سؤال موجه من الزميل عز الدين الناطور، يقول: هل تعتقدون أن التركيز على التخفيف المستمر والمبالغة في آثار تغير المناخ والأخبار السلبية دون توضيح دور المواطنين في التصدي لهذه الظاهرة هو جزء من تضليل ويزيد من إحباط الناس تجاه الموضوع وشعورهم بعدم جدوى تغيير سلوكهم؟ أنا أوجه هذا السؤال إلى أستاذ روان. شكرا عز الدين، شكرا خالد. أعتقد أنه مهم جدا أن نقول أن مشكلة المناخ ليست مشكلة بيئية فحسب، بل هي مشكلة تنبع من عدم المساواة واختلال التوازن في الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية. وهذا أعتقد أن الجمهور العام غير مدرك يعني بالتقدير له بشكل دقيق. يعني الأمور التي تهدف إلى تحقيق الربح لفئة محدودة من البشر على حساب فئات أخرى هي التي تدفع بنا إلى دفع فاتورة الكوارث المناخية بهذا الشكل. وبالتالي إقرار فكرة العدالة المناخية في الذهنية الشعبية والجماهير الواسعة هي التي سترمي إلى سحب هذه الجماهير إلى إقامة أنظمة منصفة وعادلة تلبي هذه الاحتياجات، تنسجم مع الطبيعة وتنصف الفئات المهمشة والمجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ، والحقيقة لا تجور على حق الأجيال المقبلة في الاستفادة من مواردنا البيئية. أعتقد أن هناك مسؤولية حقيقية تقع علينا في أن نصل بالجمهور إلى حقيقة أهمية المناخ والمعلومات المناخية الحقيقة، والتصدي للمعلومات المناخية المضللة التي تؤثر على حياتنا وحياة الأجيال المقبلة. شكرا أستاذ روان. هناك سؤال من عماد سعد، هذا سؤال أوجهه إلى زميلتنا أفراح ناصر. يقول: كيف ننتزع عقدة الخوف من الإعلامي جراء إعداد تقرير استقصائي أو بحثي أو إلى آخره من نشر المعلومات الصحيحة؟ يعني هل السؤال واضح أفراح؟ ممكن تعيد لأن الترجمة كانت متلخبطة، نعم، عيد لي هو السؤال. نعم، يقول: كيف ننتزع عقدة الخوف من الإعلام عن الإعلامي جراء عن الإعلامي جراء إعداد تقرير؟ يقول: كيف ننتزع؟ الإعلامي نفسه ولا المتلقين هو الجديد؟ كاتب الإعلامي. أنا بصراحة
أريد أقرأ ما كتبه، يقول: كيف ننتزع عقدة الخوف عن الإعلامي جراء إعداد تقرير استقصائي أو بحثي من نشر المعلومة الصحيحة؟ يعني على السريع أريد أتكلم عن الإعلامي وعن الجمهور أيضا. نعم، تفضلي. نعم. يعني الإعلامي المفروض يشوف هذا كتحدي، حتى لو هو خايف إنه في 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 عنده نقص معرفة أو هو مش ملم جدا بالموضوع، المفروض يشوفه كتحدي، وما يعني بالعكس ما يخاف، يستمتع وهو بيبحث عشان يوصل لحقيقة ويعمل لنا زي ما يقولوا جراوند بريكنج ريبورت، يعني تقرير فعلا لم يسبق تغطيته من قبل، موضوع لم يسبق، يعني ما في اعلامي او صحفي حقيقي ما يستمتع لما يوصل لهذه المرحله، لما يكون عنده معلومه فعلا يريد يلهم بها الاخرين، معلومه جديده. اما بالنسبه للجمهور اعتقد يعني إذا ما أعتقد الموضوع هو يعني ما في خطة مسبقة إن إحنا كإعلاميين نريد نخوف الجمهور. إحنا كإعلاميين من كثر ما الفرص محدودة والمحررين الداعمين محدودين وصعوبة يعني تغطية الموضوع، يعني أنت غصبا عنك بتدق ناقوس الخطر بطريقة ممكن تخوف. لو هو موضوع عادي يحصل كل يوم، يعني او انه سهل ان انا اطلع هذا التقرير كل يوم عادي، انا كاعلاميه ما بكون في موقف ان انا اتكلم يعني كلمات فعلا تخوف في التقرير. وفعلا يعني الحقائق اليوم، يعني خذ اليمن على سبيل المثال، قرى تم مسحها، يعني النازحين خيمهم راحت. في اليمن وصلنا لمرحله من كثر ما في فيضانات، الألغام اللي مش معروف فين محطوطة بالضبط، فين نقاط الالتماس وكذا، الفيضانات صارت بتاخذها لأماكن، يعني حتى المقاتلين مش عارفين فين راحت الآن. وممكن هذه الألغام تنفجر في أي مكان. أي لحظة في أي مكان، تدخل مسجد، تدخل مدرسة، يعني عفوا يعني كيف ما خوفك، يعني أنا مش اللي خوفك، هي الحقائق، يعني هي حق، أنا مش أنا كإعلامية ولا صحفية أنا اللي أريد أخوف أي حد، لا، يعني إحنا مش في هالوين ولا شيء، إحنا في وضع ألغام بتتحرك من نفسها، يعني مش من نفسها، بالفيضانات. طبعا موضوع ليبيا يعني هو موضوع شائك، وفي سياسات تاريخية في ليبيا في البنية التحتية وكذا، لكن ساهم إلى يعني الكارثة اللي حصلت فيها، ساهم فيها الـ يعني التغير المناخي. يعني ما أريد كمان أساهم في التضرير وكذا، بس يعني هي فعلا موضوع معقد، لكن إحنا واصلين لهذه المرحلة، يعني قرانا بتختفي، يعني فمش نحن اللي بنخوف، هي الفاكتس، اتس اوريدي فاكتس، اتس حقيقة، يعني مش رأيي، يعني مش رأيي هو. شكرا شكرا. يا أفراح، أنا أتفق معك، يعني الواقع هو واقع مخيف بصراحة، فيجب أن يعرف المواطنون ماذا يحدث. أنت أستاذ خالد مرة قلت لي البيئة، المناخ أو البيئة وأرضنا هي ضحية صامتة، نعم تماما، يعني فكيف يعني ما تتكلم عنها يعني هي ضحية، فعلا ضحية صامتة. يعني عندما مثلا لنتذكر عام 2000 يمكن 2018 أو 2015، أستاذ روان ممكن يعني إذا تصح المعلومة إذا أنا أخطأت في العام، يعني حدثت فيضانات مرعبة في الأردن وفي مناطق بحر الميت. أدت هذه الفيضانات الومضية كما نسميها إلى يعني أدت بأرواح أكثر من 17 طالب وطالبة. فهذه مسألة ليست مسألة تخويف، يعني يجب أن ننبه المجتمعات، أن نساهم في رفع وعي المجتمعات بما يحدث مناخيا، من ناحية ارتفاع درجات الحرارة، من ناحية الفيضانات، من ناحية العواصف الغبارية التي ازدادت هذه الأيام. نحن على سبيل المثال يجب أن ننبه العمال، يعني الذين يعملون في الهواء الطلق ودرجات الحرارة تبلغ 50 تقريبا، نصف الغليان،
فيجب أن يعرف المعاملون ماذا كيف يحمون نفسهم. فيجب أن تعرف المرأة الحامل أيضا، المرأة الحامل أساسا تعاني من مشكلات كثيرة جسديا ونفسيا، فيجب أن تعرف ماذا يحدث وماذا تعمل وكيف تحمي نفسها. يعني أنا أتفق مع، ليس التخويف وإلا وإلا هو مساهمة في رفع الوعي، وعي المجتمعات. أنا عندي سؤال إلى صحيح صحيح السنة أستاذ خالد، كانت أكتوبر 2018 الفاجعة مقتل الأطفال في المدرسة والباص في البحر الميت بسبب الفيضانات. نعم، شكرا على تصحيح المعلومات، على تصحيح السنة، يعني يمكن سنة أنا أخطأت بالسنة. طبعا مع الأسف زميلة أفراح لأمر يعني هي مضطرة تركتنا، وأرجو أن تكون كل شيء، أرجو أن يكون كل شيء بخير إن شاء الله، نعاود ونتصل بها فيما بعد، بعد الجلسة. فهي يعني تركتنا وكتبت إنه شكرا للجميع، المعذرة مضطرة أغادر الآن. فأستاذة زينة، أنا يمكن أسألك السؤال الأخير، وأنت أشرت إلى موضوع مهم جدا، وهو كيف أكل السلاحف أحيانا يؤدي إلى معالجة أمراض السرطان. وهناك شائعات كثيرة ليس حول السلاحف، بل كل الحيوانات البرية، حتى في الصين، حتى في الدول الآسيوية، حتى في الشرق الأوسط، وهذه مشكلة كبيرة. ونحن يعني نعاني من مشكلة كبيرة، وهي إنه ليس هناك وعي تعليمي، وعي إعلامي، وعي عام اجتماعي حول دور الكائنات في حمايتنا. يعني عندما نفقد الحيوانات البرية، الزواحف، الثدييات، الطيور، الكذا، فهذه فقدان أي حيوان هو يعمل اختلال في توازن الطبيعة. ونحن يعني كل هذه الأشياء متعلقة بنا وبحقوقنا وبنظرتنا وبمصادر رزقنا وإلى آخره. فأنا بس أسألك، يعني يا ريت يعني خلال دقيقة واحدة إذا تقدرين تجاوبيني زينة، هل هناك، بما أنك عملتي في أريج وفي تدقيق المعلومات، هل هناك محاولات حثيثة لتدقيق هذه المعلومات التي تنشر وهي غير موثوقة في بخصوص تغير المناخ؟ هو حقيقة الاهتمام مع عداي فالس والأقل ما تفهمه بزنس نيوز مثلا في تونس وبعض المؤسسات الأخرى اللي تشتغل نوعا ما بعض الأحيان على المسائل البيئية، تعرف إنه فالس منصة لتدقيق المعلومات ككل، عدنا ما زلنا يعني قريب حديث العهد هو الديبارتمنت نتاع الكلايمت تشينج اللي بدينا نشتغلوا عليه بفضل مجموعه شبابيه اسمهم ستوب بوليوشن في تونس، وكان هما اللي يرجع لهم الفضل في فكره انه في فالسو وي هاف تو ورك اون ذات. والمجموعه هذه على فكره راهم في اكثر من مره، وهذا اصداقا للصديق اللي عطى الملاحظه، يتعرضوا للاعتقال والاحتجاز والهرسله واكثر حتى من هكاك والضرب نتاع البوليسي فقط لانهم ينظموا وقفات مسانده او وقفات احتجاجيه او وقفات امام مؤسسات تتعامل مع الدوله التونسيه بشكل مباشر، واللي ممكن العقود اللي توقع فيها الدوله التونسيه تضر بالبيئه والمناخ في تونس وفي العالم الكل. شبيبة رائعة جدا، وأعتقد أنه حتى معدل الأعمار متاعهم مش يكون أكثر من 25 سنة، فهذه في علاقة حتى بالمخاطر اللي سأل عليها صديقنا، فما مجموعة من الشباب تخاطر بحياتها وتخاطر بمستقبلها فقط لقضية البيئة وقضية المناخ. فهذا شنو القضية في حد ذاتها، شنو محتاجة، محتاجة شباب من النوع هذا ومحتاجة صحفيين أيضا يؤمنون بالقضية بالشكل هذا لدرجة أنهم مستعدين أنهم يخاطروا بحريتهم من أجل الموضوع هذا. وحقيقة كل القضايا بتاع حقوق الإنسان تحتاج النوع هذا في علاقة بالفالسو أو المحاولات. احنا في علاقة بالمسألة اللي كنا نحكيوا عليها التورتو مارين السلحفاة البحرية،
جربنا أول مرة إنه نحكي على سلحفاة البحرية، وهي كائن جميل ومحليه وعجيب وإلى خاك الديسكور أو النارتيف الوردية معناها اللي نحب نسوقها للناس، وهذا ما هذا خطأ ولا ما يجبش إنك تعمل هكا إلى خفا، لقينا إنه فمش تجاوب، غيرنا استراتيجي لتكون نقطة البداية هي المسألة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، انه نعرف انه الناس مهتمين بهذا اكثر. فاول حاجه عملناها في علاقه بالسلحفاه البحريه هي نعرف كنا انه السلحفاه البحريه تاكل الحريقه، احنا في تونس اللي هي ما نعرفش بالعربي الفصحى شنو تسمى حقيقه، انا ما نعرف في تونس اسمها الحريقه. والحريقه تاكل البيض متاع السمك. نعم فصارت انه في تونس فم فتره انه فم مشكله في الثروه السمكيه في تونس. استغلينا الاشكال نتاع الثروه السمكيه اللي ضرب بطريقه مباشره العائلات التونسيه والاقتصاد التونسي والتونسيين والتجار ايضا، هذا كيف كيف انه نحكوا على السلحفاه البحريه والاشكال بتاع السلحفاه البحريه. فقلبنا حقيقه، عملنا ريفرس للاستراتيجي نتاعنا، فنبلش من المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه لنبين اهميه المساله البيئيه ومساله التغير المناخي، وهذا ايضا في اللي كان موجود في اخر تقاريرنا اللي تعمل حقيقه بفضل ستوب بوليوشن، مجموعه من الشباب اغلبهم ما نعرفهمش، اثنين منهم كانوا متدربين معنا في فالسو لكن يشتغلوا في شغل عظيم جدا، يكونوا هما في اغلب الاحيان المصادر بتاعنا مش للمعلومات، لا للكونتاكت اللي يكون عندهم المعلومات الصح. نعم، شكرا شكرا يا زينة. أستاذة روان، قبل ما أرجع لك بالكلمة الأخيرة إذا لديك شيء تقوليها، أنا فقط أريد أن أشير إلى مساهمة من زميلة اسمها حنان، عفوا حنان مظاهر، هنا تقول: هناك شقان في قضية عكس قضايا المناخ، وخاصة قراءتها في منطقة شمال أفريقيا، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول النامية وقطاعات أفريقيا وآسيا، وهناك نوعا ما وهو تنادي بصوت التوعية حول الموائمة والتخفيف والتكييف. الشق الآخر جاء، يعني أنا فقط فهمت السؤال، فهمت المساهمة بما يتعلق بالتمويل الدولي لهذه المنطقة. أيضا هناك نوع من تضليل المعلومات بهذا الشأن. التمويل ليس يعني أنه تحديد مبلغ، هذا العراق مثلا أو لبنان أو الأردن أو أي بلد آخر، هذا 100 مليون دولار وخلص كل شيء انتهى. يعني لا، التمويل يتعلق أيضا بمشاريع، يعني يجب أن تكون لهذه الدول برامج سياسية، سياسات بيئية في إصلاح القوانين، في إصلاح التشريعات، في إشراك المرأة، في إشراك المجتمعات المحلية، وكذلك ما هي الخطط وما هي المشاريع التي من شأنها أن تخفف من آثار تغير المناخ. يعني فأيضا هذا يحتاج إلى صحفيين متخصصين أن يغطوا هذا الموضوع، وليس فقط العراق حصل على سبيل المثال، أو اليمن أو المغرب حصل على 100 مليون دولار وخلص وكل شيء انتهى والبيئة تكون تمام، يعني ما ليس لدينا مشكلة. أستاذة روان، أرجع لك وإذا لديك حنان، الدكتور حنان الأمين عفوا. شكرا دكتورة حنان الأمين، أعود لك أستاذة روان، وإذا لديك شيء لتدخليها في نهاية هذه الجلسة. قول أولا لزينة إنه الحريقة طلعت قنديل البحر. ثاني شيء إنه أدعو الجميع الحقيقة للاطلاع باللغتين الإنجليزية والعربية على التقرير الذي يصدر اليوم. نجدد المباركة لكم، صحافة المناخ في العراق والمغرب واليمن في عصر التضليل الإعلامي، عمل يستحق أن نأخذ من نتائجه، نبني على التوصيات من أجل أن نبني على تدقيق معلومات مناخية أدق. وأدعي أنها ينطبق هذا ليس فقط على العراق والمغرب واليمن، لكن وجدنا
في تونس والأردن. يعني أنا من يعني زينة من تونس وأنا من الأردن، ووجدنا كثير من التقاطعات في هذا التقرير، ولذلك أعتقد أن علينا أن نعمل بشكل عابر للحدود بين الدول العربية من أجل أن نعمل سويا، لأن يد واحدة لا تصفق، ولنقف سويا ونجد يعني وهذه جملة من البحث، يد واحدة لا تصفق. بالضبط، لأنه إذا ما اشتغلنا هيك ما حنقدر نغطي الفجوات الكثيرة الموجودة والتحديات الكبيرة، خاصة نحن في ظل إعلام يعني مستقل لديه كثير من التحديات في هذه المنطقة. وشكرا جزيلا على هذا الويبينار وعلى الاستضافة. شكرا جزيلا. قبل ما أعود للزينة وتقول كلمة الأخيرة، نينكا شخاب، يمكن كما أعرف من هولندا، الاسم من هولندا. شكرا يا نينكا. تقول يعني إذا أي زميل أو زميلة لديها مثلا اهتمام، فيمكن أن يعني تطلع على مشاريع باكس، PAX، تطلع على هذه المشاريع، وهي تعمل في هذه المنطقة في العراق وفي البلدان الأخرى. شكرا لهذه المساهمة منك. أعود لك باختصار شديد إذا لديك شيء آخر شيء تقولينه يا زينة. على قد ما يبدو موضوع التغير المناخي مسألة معقدة جدا لفهمها، أما لما تدخل في بداية الفهم تكتشف إنه موضوع سهل ومش صعب جدا إنك تلقى المصادر. روين موجودة، خالد موجود، والمؤسسات اللي تشتغل على الموضوع هذا موجودة، والخبراء موجودين أيضا. فما نخليوش عدم معرفتنا أو إلمامنا بالموضوع هذا يكون حاجز بيننا وإن نكتب على الموضوع هذا وأهمية الموضوع هذا. شكرا لك خالد مرة أخرى، شكرا واستمتع بالدراسة اللي باش تحصلوا عليها بعد قليل أعتقد. جزيل الشكر. وأنا ليس لدي إلا أن أقول زميلاتي وزملائي، أعرفكم جميعا اللي كنتم موجودين في هذه الجلسة، نحن نعرف بعضنا ونعمل مع بعضنا، وشكرا لحضوركم. وإذا لديكم أي اهتمامات أو مشاريع، فيمكن أن تطلعوا على المشاريع الجديدة على موقع انترنيوز، وأيضا شبكة صحافة الأرض موضوعة، حتى على منصات الاجتماعية الإعلام الاجتماعي. وهناك أيضا تعاون بين انترنيوز وبين أريج، وأيضا أريج تقدم مشاريع رائعة بهذا الخصوص، ويمكنكم أيضا الاطلاع على المشاريع البيئية التي تقدمها مؤسسة أريج. وكل الشكر لكم، وأرجو أن تستفادوا من هذه الدراسة وتكون مفيدة للجميع. شكرا، وأتمنى لكم نهاية نهار سعيد. شكرا جزيلا، شكرا.